بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي متابعين القناة. أول شيء طبعا يعني تركيا تمر بأيام كلش صعبة من ناحية الحرائق، الكوارث اللي تصير بيها. الله يعين أهل تركيا، احنا مقيمين طبعا بيها. لا حد يجي يقول لي مثل ما يعلقون جماعة والله يقول لك انت ليش تدافع عنهم، واحد يقول لي انت لوفي حشاء يعني سامع. يعني احنا بلد مقيمين بيه، فهم قلبنا عليه مثل ما قلبنا على العراق وقلبنا على سوريا وعلى كل بلاد المسلمين. الله يعين العراقيين والله يعين السوريين والله يعين الاتراك واللي تسر بهذا العالم. فعلى كل حال حبيت اوضح على الخبر اللي نشرته انا يوم امس، الخبر اللي قلت لكم بيه انه تركيا دولة حمراء. الخبر اليوم تبين انه دولة حمراء، يعتبروها من الكوارث اللي صارت فيها بنفس الوقت لتفشي وباء كورونا الجيل الرابع، وتقريبا شبه ما اقولكم مسيطرين عليه، ولذلك يشجعون على التلقيح اللي موجود في تركيا. طبعا التلقيح موجود فايزر وتلقيح محلي، ما اعرف بعد انواع التلقيحات، انا ما ملقح، اكو ناس لقحت واكو ناس ما ملقحة. على كل حال الله يبعد عنا هذا الوباء. شغلة السفر، أنا من حكيت قلت لكم يقولون إنه سفر ماكو من وإلى تركيا، طلع هذا الخبر إنه تحت الدراسة لحد اللحظة، ما أعرف حتى أكون إنه دراسة أو تحت الدراسة وتحت الاقتراحات الموجودة من وزير الداخلية إنه يرجعون يوم الأحد حظر. فهذا اللي سمعته، ما أريد أحد يجي يعلق يقول لي ما فيش حكي وكذب وما كذب. أنا حكيت لكم أقول عن التلفزيون التركي، الاقتطاعات عبارة عن تحت الدراسة وعن مقترحات من قبل وزير الداخلية ومقترحات من وزارة الغابات، لأن تعرفون الحرائق اللي منتشرة في تركيا. الرئيس رجب طيب أردوغان من ضمن التصريحات اللي صرحها يوم أمس يوم الجمعة أنه يحضر حضور يعني الناس كلها والسياح أنه ما يحضرون إلى الغابات اللي موجودة في إسطنبول وأزمير، أنطاليا، قيصري، ألانيا، مرسين، منطقة منافغات وأضلع وبودروم ومرمريس ومنطقة مورلا. هذين المناطق يحظر بها الناس السياح لدخول الغابات بسبب الحرائق المنتشرة، إلى إشعار آخر ما حد يعرف. السيطرة طبعا هي بالبداية صارت 71 حريق وفي 71 نقطة، يعني في 71 غابة بين مزرعة وإلى غابة. السيطرة على 57 حريق، تشارك بعمليات الإطفاء 45 مروحية، معالجة 1140 نقطة لحد اللحظة، المشاركة 1080 سيارة إطفاء، 280 صهريج، 2270 عربة من نوع التدخل السريع. طبعا روسيا وأذربيجان وتونس أرسلوا مساعدات إلى تركيا بهذا الخصوص، مشاركة 10550 رجل أطفاء. السيد رجب طيب أردوغان وعد الأهالي المتضررة، كل المتضررين، بتعويضات طبعا مالية عن البيوت اللي احترقت، المحلات اللي احترقت. لحد اللحظة الحصيلة لحد هذا اليوم 6 ضحايا، يعني 6 قتلى جراء الحرائق نعتبرهم شهداء إن شاء الله، و 183 مصاب، من بينهم حتى ناس يعني عرب وسوريين المصابين. فالقصد من التصريح السيد مثل ما فهمتكم انه الدولة حمراء بخصوص او بسبب انه وباء كورونا. المقترح لحد اللحظة ما معمول به، يعني انه المقترح انه يسدون الحدود ويصير شروط بالدخول والخروج، اعتقد راح تصير اذا صارت، يعني انه من ضمن الشروط يصير الفحص تركيا، يعني يخصصون بالحدود فحص واللي لازم عليه يطلع مصاب ما يدخل تركيا وينحجر. فهذا القرار اللي راح يعمل به بعد ما نعرف ايش وقت، اليوم باكر بعد شهر ما حد يعرف، هو اعتبار تحت الدراسه او مقترح تحت الدراسه. فاخوان اي استفسار عندكم ان شاء الله انا حاضر ما اقصر وياكم، وارجع واقول لكم الله يعين اللي موجودين بتركيا. طبعا اكو انطاليا كلش متاثره، انطاليا المحافظه اكثر تاثرا بالحرائق، والله يستر والله الحافظ ان شاء الله. أي استفسار أنا حاضر، الرقم بالشاشة وبالوصف وبالتعليقات أرد عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.